عندك علم. رأيك ايه في الانتخابات دي وشايف ايه الاقبال عامل ازاي؟ الاقبال طبعا اقبال كبير جدا، وهي اول مرة بتجرى حسب قانون النقابة بعد الغاء القانون 100، ودي اول مرة من سنة 93 بتجرى بنظام ان الزملاء يسجلوا اساميهم ثم يبدأ بعد كده التصويت. قبل كده كان الزميل بيجي يسجل اسمه ويصوت ويشوف اذا النصاب اكتمل بيكملوا التصويت. طبعا في اقبال ضخم، الجمعية اكتملت في حدود الساعة 3. في عندنا عملية التصويت في زحام شديد طبعا. شايف المنافسة ازاي؟ منافسة محدش يقدر يعرف مين اللي هيكسب، حتى في الأعضاء، يعني حتى انك تقدر تتكهن بمين أعلى 2-3 في الأعضاء من ال 12 صعب جدا. هل ده بينعكس على كل الانتخابات القادمة في مصر؟ أتمنى انه ينعكس على الانتخابات القادمة، لأن الواضح ان يعني من خلال بعد التصدعات اللي حصلت في التحالف الديمقراطي، ان الواضح ان انجاز التعبير التحالف الاسلامي بين الحريه والعداله وبين الاحزاب السلفيه هو اللي هيكون له اليد العليا في على غير ما يقال التحالف السياسي. هل يجوز ان انا اسالك انت مع مين في الانتخابات دي؟ انا كتبت ان انا مع يحيى علاش. طب وبالنسبه للاعضاء؟ الاعضاء زملاء كتير، انا ما اقدرش طبعا اقول ال 12 اسم، بس فيهم في طبعا من ابناء الاخبار خالد ميري، وفي عبير سعدي، وفي حاتم زكريا، وفي محمد عبد القدوس. يعني صوتك رايح طبعا لزمايلك في الاخبار اكتر بحكم الزباله. انا قلت دول عشان ما بقاش عندي حرك في بقيه الاسماء، عندي 8 تانيين. طيب شايف مستقبل الصحافه والاعلام بعد الانتخابات دي ازاي، بعد التقييد للحريات الكبير جدا اللي حاصل من السلطه اللي بتدير البلد لحد دلوقتي؟ أنا بالنسبة لي كرئيس تحرير لجريدة لا يوجد أي قيود على حرية ما أكتبه، أو لا يوجد أي تعليمات أو ما يشبه على ما ينشر. إذا حدث ده لا أقبله، وهعملها فضيحة. يعني ما حدش يتصور أنه ممكن هيلبس جلباب صفوة الشريف وهنسيبه، هعملها فضيحة عالمية. لم يحدث معايا ولا أظن أنه ممكن أنه يحدث بشكل يعني هو لا يحدث بالنسبة لحضرتك، لكن انت شايف انه لا يحدث بالنسبة لمصر كلها؟ اظن يعني يبقى خطيئة اللي تلقى التعليم. يعني اولا الذي يتصور انه يمكن ان يعود بعقارب الساعة الى الوراء واهم ويرتكب نفس خطيئة النظام السابق. الذي يقبل اي ضغوط ايا كانت حتى لو كانت بالمناسبة استاذي، سؤال اخير عشان نختم، ايه رأيك في عملية الرقابة على الصحافة؟ هل انت مش متأكد ان في رقابة دلوقتي على الصحافة وفي رفض العمليات للانتقاد المجلس العسكري بشكل مباشر، ولا برضو انت بتختلف مع ده؟ ادعوك لقراءة جريدة الاخبار، ادعوك لقراءة جريدة الاخبار في صفحات الرأي على الاقل في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. يعني في انتقادات قوية للغاية، لم اتدخل لا بحذف حرف. انا شخصيا حضرتك، انا لا يزيدني ان انا ابقى رئيس تحرير، ولا ينقصني ان انا افقد رئاسة التحرير اذا كان تمنها ان انا اشيل اي حرف او استجيب لاي ضغوط. شاف المساله لا تستحق هذا على الاطلاق. انا عندي معلومات ان في رقابه على الصحف الخاصه بالذات وليست الصحف القوميه، وهناك كثير من الاخبار وكثير من الاراء تحجب، وكثير من بيانات الثوريه لا يتم نشرها تماما. هل هي رقابه ذاتيه ولا رقابه تعليمات من المجلس العسكري مباشره ومن الرقيب العسكري؟ انا ما عنديش فكره عن حاجه اسمها بامانه يا عامر، انا بتكلم جد واخد بال حضرتك، علشان الذين يتقربون للمجلس العسكري بحذف الكلام واخد بال حضرتك ما يحاولوش ان هم يبدو امام الاخرين ان هم شهداء، واخد بالك؟ لا اظن ان هناك رقيب عسكري، واخد بال حضرتك؟ اذا كان هو بيتطوع، بقول عشان حضرتك رقابه ذاتيه، بيتطوع وبيشيل عشان يتقرب، دي قصته. انما انا بكلم حضرتك وانا جريده ازعم بالارقام ان انا جريده رقم واحد في مصر في التوزيع، وان ما ينشر فيها بيعتقد عند بعض الناس ان هو يعني معلومات مؤكده نتيجه انها جريده قوميه. لا احجب اي راي ولا اي ماده ولا اي خبر صحيح على الاطلاق، واذا كان في ما يسمى بهذه لا اقبلها من اي احد كان. احنا هنبعت لحضرتك بياناتنا كلها وان شاء الله نشوفها منشوره في جريده الاخبار. انت جربت قبل كده بيانات وما نشرتش؟ جربت. ده مش للتسجيل. هو كتير.
كتير. في حد في الصحفيين عندك ما بيوصلش؟ لا في حاجات بص بتحصل ايه، ان نتيجه السيستم في خلل في السيستم، في حاجه بتوصل في بتوصل في وقت متاخر حاجه. انما انا اسالك سؤال، هل ما فيش بيانات نزلت وعناوين نزلت بتطالب مجلس العسكري بالتنحي وتشكيل حكومه انقاذ وطني؟ منشط بيان الجمعيه الوطنيه للتغيير نزل، منشط الاخبار فقط نزل في جريده الاخبار فقط، تمام؟ طيب ده منشط، كان نازل منشط، يعني مش كان ممكن يتاخد جوه ويختصر والعنوان يتلون ونزل بيطالب المجلس العسكري بالتخلي عن السلطه وكذا. لما بنتعامل مع الاخبار بنتعامل معها بحياديه، حق القارئ في المعرفه، رايي بقوله في مقالي، راي زميلي لا احجبه على الاطلاق، لان ممكن يبقى رايه ده هو الصحيح. احنا واثقين في مهنيتك، وده حاجه احنا انت عارف ان احنا قعدنا معاك اكتر من مره منذ بدايه الثوره، والمهنيه بتغلب عليك اكتر، لكن بنرجو ان مش بس المهنيه، بنرجو كمان ان الحريه تغلب بشكل اكبر. بص اقول لك حاجه عام، لو انت اطلعت على مقالي الاخير، يعني ارجوك اذا ما كنتش قريته تقراه، انا اتكلمت على هل هناك امل، تمام؟ هل هناك امل؟ لانه انا المقال بتكلم على البرلمان القادم، وقلت ان برلمان الثوره مرشح بقوه ان يكون برلمانا بلا ثوار، واتكلمت على الاسباب. الاسباب بتتعلق بالسلطه، بتتعلق امن السلطه، استجابت لرغبه بعض الاحزاب وعملت قوائم. هذه القوائم هي وسائل للتعيين، رؤساء الاحزاب بيعينوا على رؤوس القوائم النواب الجدد، مش الشعب اللي بيختار. ثم انت سايب شباب الثوره وسايب وقودة، ساب شخصيات عامة ما معهاش فلوس، ساب على دواير، واخد بال حضرتك؟ عايزة مليارديرات. معنى كده ان انت البرلمان القادم بلا صوار. وانا قلت ان ده واجب وسائل الاعلام الوطنية، الصحافة الحرة والقنوات الفضائية المحترمة، انها تتبنى الدعاية لممثلي شباب الثورة في الانتخابات، اللي ما قدرش انه يدفع ولا يعمل سرادقات ولا يعمل جولات ولا يعمل دعاية ولا عنده الفلوس دي. انتوا جريدة الاخبار هتتولوا ده؟ نتولاها ومتولينها. متولينها بقى لك كذا يوم. ربنا يخليك، شكرا. انا معايا بس سؤال بس عشان احطه في شوط الكحوار عشان اخد السبق التاريخي. استاذ ياسر شبكه يقين، استاذ رزق الاعلامي المعروف والناضل والسياسي، شبكه يقين بتشكر حضرتك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا، متشكرين جدا، الله يخليك. شكرا.